محافظة على البيئة اختاريت تصرفات بسيطة اللي كنديروها كل نهار. تفضلوا معايا. قبل كنت كنستعمل في الماكينة التصبغين مواد اللي كنشريوها في السوق، ولكن مع المدة لقيت باللي فيها مواد كيماوية اللي عندها مساوئ، كتكشف اللون، كتحرش الحوايج، ثمنها مكلف، كتعطي الحساسية، وأهم من هادشي كله أنها ملوثة للبيئة. دابا كنستعمل واحد الطريقة اللي أساسها صابون الحشرة، كيف حنا كنعرفو طبيعي، كانوا كيستعملو موادنا وجداتنا باش كيصبنو الحوايج، جربتو وعطاني نتائج ممتازة. الطريقة سهلة، كناخدو 125 غرام ديال صابون الحشرة اللي هو نص ديال الصابونة اللي كتباع، كنحكوه في الحكاكة وكنزيدو عليه جوج درو ديال المغليان، كنحركو شي شوية وكنغطيو وكنخليه واحد المدة ديال ساعة، ومن بعد كنخويه في بيدو بحال هذا يكون كبير شوية باش منين نبغيو نستعملوه كيمكن لنا نحركوه، وديك الساعة كنستعملو كاس ولا جوج. ضروري أننا قبل الاستعمال كنحركو البيدو مزيان، من بعد كنكبو كاس أو جوج على حسب شحال الحوايج عندنا وعلى حسب الاتساخ ديالهم. واللي مهم كذلك بزاف هو اننا هذا الصابون كنديروه مباشره في الداخل ديال لا ماشين وكنسدو، من بعد كيمكننا نستعملو الخل الابيض باش كيعطينا نتائج احسن، والا بغينا ماشي بالضروره كنديرو معاه واحد 3 ولا 4 نقط ديال ليزويل ديسونسييل باش كتعطينا ريحه طيبه للحوايج. هاد المواد كلها طبيعيه، ما كضرناش الصحه ديالنا، غير مكلفه وما فيهاش ديك المواد الكيماويه، اذا ما كاينش تلوث للبيئه. كيف ما شفتوا هادي تصرفات بسيطه واللي كتعطي نتائج ممتازه، واي واحد يمكن يستعملها في داره، وعلاش ما ديروش بحالي؟ حماية البيئة كتهمنا جميع. إذا عندكم شي اقتراح اتصلوا بنا على رقم 0801-02-3456. ثمن المكالمة 50 سنتيم مع احتساب الرسوم، أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني www.2zem.ma. الأفكار المتميزة غادي نديروا عليها روبورتاج.